احنا الان في هذا الوقت كنعيشوا في واحد السياق ديال فتح ورش مراجعه مدونة الاسره اللي صدر صاحب الجلاله البلاغ ديالو كيقول رئيس الحكومه باش يدير الاشراف على هذه المراجعه هذه يعني مع وزاره العدل المجلس الاعلى للسلطه القضائيه والنيابه العامه وباشراك طبعا المؤسسات الدستوريه وجميع الفعاليات والمجتمع المدني كل شيء اللي عنده العلاقه يعني بمدونه الاسره. احنا في دراسه رابطه حقوق النساء طبعا خدمنا سابقا يعني في يعني في المطالبه كنا كنطالبوا بمراجعه مدونه الاسره. في 2007 طالبنا بالغاء التعصيب وبين يعني بينا بان التعصيب راه كيدير ماسي الاسر المغربيه بالنسبه للاسر اللي عندهم غير البنات. وحتى 2016 طالبنا بمراجعه الشامله لمدونه الاسره يعني في جميع البنود ديالها وخصها تلائم مع الدستور اللي جاب المساواه يعني وتكافؤ الفرص ومناهضه التمييز والعنف والاتفاقيه الدوليه على التشريعات الوطنيه. احتاج يعني احتاجت المحطه ديال او الخطاب ديال 2000 ديال خطاب العرش في يوليوز 2022 اللي صاحب الجلاله هضر على مراجعه مدونه الاسره الاعتماد على الدستور يعني المناصفه وباشراك النساء الاشراك الفعلي للنساء في جميع المجالات ورد الاعتبار يعني سواء النساء يعني دارهم في المكانة ديالهم الطبيعية سواء النساء أو الرجال أو الأطفال يعني إلى غير حتى وصلنا لهذه المحطة هذه. احنا في فيدرالية رابطة حقوق النساء طبعا كنطالبوا بأنه اللجنة هذه اللجنة اللي دارت الآن خصها تراعي مجموعة ديال المرتكزات في العمل ديالها وفي هذه المراجعة هذه تراعي التغيرات والتحولات السوسيو اقتصادية اللي كتعرفها اللي كيعرفها المجتمع المغربي والمكانة اللي وصلت لها النساء أنهم كاينين في جميع المجالات الاقتصادية السياسية الاجتماعية إلى غير ذلك البيئية وتطلعات النساء المغربيات وهاد المسألة هذه يعني هاد هاد التطورات وهاد التحولات كتساءل الان منظومه القوامه اللي باقا كاينه الان في مدونه الاسره ولا كتجعل النساء المغربيات في مرتبه ثانيه داخل الاسره وبالتالي كينعكس هاد 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 المرتبه ديالها كتنعكس في المجالات الاخرى سواء في السياسه او في الاقتصاد او في حياتها الاجتماعيه. وحنا كنشوفوا النتائج اللي كنوصلوا لها في الانتخابات ما قديناش واخا يعني الدستور كيهضر على المناصفه فاحنا ما قديناش نوصلوا لها كيهضر على المساواه حنا باقي ما قديناش نوصلوا في المجال الاقتصادي نفس الشيء فقط 12% من النساء مثلا اللي عندهم مقاولات فقط 1% ديال النساء اللي مستفيدات من الاراضي اللي عندهم اراضي صالحه للزراعه الى غير ذلك. يعني كاين واحد الحيف وكاين واحد الظلم كذلك فلسفه الدستور وروح الدستور خصها ترتكز عليه بالا الدستور جاب المساواه وجاب تكافؤ الفرص وعدم التمييز فعلية الحقوق والواجبات والمواطنة هي اللي خصها تكون خلفية في التشريع خلفية في التشريع وفي التشريع ووضع السياسات العمومية وفي مدونة الأسرة يعني هذه المسألة هذه. وكذلك بإلا الهدف من هذا الورش هذا أو هدف من إصلاح القوانين والمراجعة ديالها هو تطوير الإنسان تطوير الإنسان وجعله مواطن صالح باش أنه يخدم بلاده وهذا لن يتأتى إلا بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة وخص تحيد من هذيك النزعة الذكورية وديك الوصاية على النساء ويدار لنا قانون اللي المغاربة كلهم راه كيعيشوا المساواة في ديورهم راه الان الاسر اللي كتشكل الان راه الرجل والمراه حتى كيتفقوا كيفاش يديروا حياتهم كيفاش يربيوا وليداتهم يعني ماشي شي حاجه اللي هي جديده مازال غادي توقع. والمعاناه ديال النساء المغربيات في المحاكم فاش كيكون عندهم نزاع راه كلشي يعني معروف والمغاربه كلهم كيعيشوا هاد يعني كيعيشوا هاد الظلم وهاد الحيف اللي كيعانيو النساء في الولوج للعداله. اذا هاد المسائل كلها راه خصها تصحح وكذلك معاناه النساء
والتمييز اللي كيطرا في الولوج ديالهم للموارد والعقارات والاراضي الى غير ذلك. المقتضيات اللي بغيناهم التوصيات اللي المقترحات اللي كنطالبوا بها طبعا صياغه مدونه الاسره، واحد الصياغه اللي تكون حقوقيه، صياغه قانونيه واضحه ما كتحلش باب المجال التاويلات والقراءات وكل واحد على حسب الايديولوجيه ديالو. واحد المدونه بغيناها اللي تحيد منها كاع الصياغ التشيئيه والمقتضيات التشيئيه اللي المقتضيات التشيئيه اللي المقتضيات اللي كتظلم النساء والمقتضيات اللي فيهم تشييئ وفيهم تمييز ضد المرأة. وبغيناها مدونة لتصون الكرامة ديال النساء وتصون الكرامة ديال الرجال وكرامة ديال الأطفال. طبعا بغيناه قانون يكون موحد، قانون منسجم، قانون مبني على المساواة وعلى كما قلت على ملائم، يعني يكون ملائم للدستور والاتفاقيات الدولية في المجال ديال مثلا في مجال ديال النفقة. احنا كنطالبوا نفقة مشتركة بين الزوجين، يعني تكون نفقة مشتركة وتكون بالنسبة مثلا النساء اللي كيشتغلوا راه اصلا ما كاينش مغربية اللي كتشتغل وما كتنفقش على دارها بشكل او باخر، وكذلك النساء اللي ما كيشتغلوش كما كنقولوا النساء اللي كيشتغلوا في ديورهم تعطى قيمة اقتصادية لهذا العمل اللي كيديروا في الدار، عمل الرعاية أو العمل المنزلي تعطى له قيمة اقتصادية وتعتبر ذاك العمل اللي كيديروا في دارهم باش أنها تجمع الفلوس مع الراجل وتشري معاه ديك الدار أو تشري معاه ديك الطوموبيل أو تبني معاه وهذا، أو التربية ديال الأطفال والرعاية ديال الأسرة يتعتبر بأنه عنده قيمة اقتصادية ومساهمة في النفقة ومساهمة في تكوين يعني ثروة العائلة أو ثروة الأسرة. بالنسبة لزواج القاصرات أو زواج الطفلات بشكل أصح، إلغاء زواج تزويج الطفلات أو الزواج المبكر، إلغاء ديالو، جعل سن 18 سنة هو السن القانوني للزواج، وتحيد الاستثناءات اللي دارت أو اللي كانت كدار وكان فيها ظلم للطفولة المغربية، ظلم الاقتصاد الوطني، ومكان الطفلات هو المدرسة، ماشي الزواج المبكر وماشي العمل في البيوت. ما كنحلوش المشاكل ديال التنمية بالأطفال أو بالخدمة ديال الأطفال أو بالزواج ديالهم. جعل وثيقة الزواج هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج. بالنسبة للولاية القانونية أو الطلاق، بالنسبة إلى دخلنا لشق الطلاق، الإبقاء على الطلاق للشقاق والطلاق الاتفاقي، لحقاش الممارسه بينات لنا بانه يعني ما كيتمش العمل بالاشكال الاخرى، ولكن اشكال اخرى ديال الطلاق. بالنسبه للولايه على الابناء، احنا كنطالبوا بالولايه المشتركه، يعني الولايه المشتركه بين الزوجين على الولايه بين الابناء، تجسيدا التعريف اللي كان ديال المدونه بانه الاسره هي كتكون تحت مسؤوليه ورعايه الزوجين معا. وحنا كنعرفوا في الممارسه انها المراه مثلا اذا بغات دير مجموعه ديال التصرفات القانونيه او الماليه او القضائيه لوليدتها ما كيسمحش ليها واخا هي مزوجه مع داك السيد. وفي اثناء الطلاق حنا كنطالبوا بانه الشخص او الطرف اللي عنده الحضانه هو اللي خص تكون عنده الولايه القانونيه على الابناء، يعني الولايه التامه. ما يمكنش انه كنعطيو الحضانه للمراه سواء المراه او الرجل، ولكن غالبا كتعطى الحضانه للمراه، ما عندها حتى معنى انها تعطيها الولاد، ولكن كتوقف دائما على موافقه الزوج والاذن ديالو باش انها دير مجموعه ديال التصرفات. مثلا غير باش تنقل وليداتها يجيو يعيشوا معاها خص ديك الاذن وديك الموافقه ديال الزوج، او باش انها
يعني إذا كان شيء، إذا كانت شي قضية عند الولد مثلا تعويض على حوادث السير أو شيء تعويض مثلا خرج ليه الزوج، هما كيكونوا مطلقين والعلاقة بيناتهم ماشي مزيانة، أو هو كاع داك الولاد ما كيديهاش فيهم أو ولكن خص ديك الموافقة ديال الأب، وهي كتكون فيها كيكون فيها حيف، كيكون فيها لحقاش كيكون داك الانتقام بين هاد طريقين، وهذا وغالبا كيكون باش يبتزها تنازل عن النفقة أو تنازل على بعض الحقوق إلى غير ذلك. إذا صونا لكرامة الأطفال وصونا لحقوق الأطفال وباش ما تضيعش الحقوق ديالهم، خص اللي عنده الحضانة هو اللي تعطى ليه حق التصرف في الشؤون الإدارية للأبناء والشؤون المالية للأبناء والشؤون القضائية للأبناء. ومن حق المرأة أنها دير زواج سفر بحالها بحال الراجل لولدها ولا بنتها، لحقاش هي اللي عارفه ولدها واش خصو يمشي للخارج يقرا تما، واش هي قاده، واش هما قادين، واش يعني حتى هي خص يكون عندها حق القرار، تاخذ القرار ديال الاسره ديالها، سواء ديال الاسره يعني تاخذ قرارات مهمه في الاسره ديالها سواء كانوا مزوجين او مطلقين. طبعا السكن خص يكون سكن لائق للاطفال، يعني نفس المستوى اللي كانوا كيعيشوا فيه خص يبقى لهم. المراه مثلا كانوا عندها الوليدات راه خصها تبقى في الدار، ما عندها حتى معنى انها هي اللي تخرج من دارها. يعني خص الحل ديال هذه المسائل والتعيين او التحديد النقدي داك 500 داك التحديد يعني البئيس ديال مقدار السكن، راه ما كي يعني ما كيراعيش الكرامه ديال ديك الاسره وداك الاطفال وهذا. اذا بالنسبة لاقتسام أو التدبير المشترك أو التدبير ديال الأموال المكتسبة أو الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، حنا كنطالبوا بإلا وخصو يدار يتضمن في عقد بشكل تلقائي أثناء الزواج. يعني فاش كيتحرر العقد أنه خص يدار بشكل تلقائي في عقد الزواج، ويتقسم يعني اثناء الطلاق يتقسم داك الممتلكات اللي تزادوا ليهم من اللي تزوجوا، ماشي اللي كانوا عندهم قبل بحال اللي كيتروج ليه الان. يعني داك الممتلكات تقسم عليهم مناصفه اثناء الطلاق يعني بشكل تلقائي كذلك. والنساء اللي ما كيشتغلوش كما قلت قبل في النفقه قيم المساهمة ديالهم وتعطى العمل الرعاية والعمل المنزلي قيمة اقتصادية وتعتبر كمساهمة في مراكمة ديك أموال الأسرة. بالنسبة لمنظومة الإرث، فيدرالية رابطة حقوق النساء نطالب يعني بمراجعة منظومة الإرث وتكون بنية على قاعدة المساواة وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز، وكذلك على حرية التصرف للشخص في الأموال ديالو أثناء الحياة ديالو. يعني ممكن أنه الوصية ما يصطلح عليه بالوصية، يعني ممكن للشخص في حياته أنه يحدد لمن هو بغى يقسم هذه التركة. وطبعا نطالب إلغاء مبدأ ديال لا وصية لوارث، إلغاء نظام التعصيب، وكان طالبوا بالمساواة بين الإخوة الذكر والإناث اللي كيكونوا من نفس الدرجة في الميراث. يعني ما عندها حتى شي معنى انه الاخ والاخت او الاخت تاخذ نصف التركه، وهي النساء المغربيات الان اصبحن منتجات كما سبق لي وقلت، اصبحن ينتجن في الاقتصاد الوطني، اصبحن يسيرن مقاولات، كيسيروا الشان العام، كيسيروا ديورهم، يعني اصبحن منتجات منفقات، حتى هما كينفقوا. اذا ما عندها حتى شي معنى انها تعطاها نصف التركه، وحتى الدوله مثلا في الضرائب ما كتميزش بين الذكر والانثى، او الانثى عندها الصداقه او عندها النفقه، ما كديرش هذه الاعتبارات هذه. اذا الان هاد الظروف هما هادو التحولات السوسيو اقتصاديه اللي تراوع للمجتمع المغربي، وخصهم يتخادوا بعين الاعتبار في هذه المراجعه هذه. وفي اقتسام الممتلكات راه ما عندها حتى معنى الان في 2023، وفي ظل هذه التحولات كلها وفي ظل الذكاء الاصطناعي، هذا التحول التكنولوجي اللي جاي، انه مازال حنايا غادي نحتكموا يعني غادي نعطيو الاناث الان او نعطيو نعتبروهم خصهم ياخذوا نصف التركه، ما عندها حتى
كذلك إلغاء ذاك الاختلاف أو منع النساء من الإرث بسبب الاختلاف في الدين. احنا كنعرفوا بان المغرب كيدير مجهودات كبيره باش انه يطور الاقتصاد الوطني، باش انه يجلب الاستثمارات يعني للبلاد، ولكن هاد الامور هذه كتصطدم بهذه المساله انهم كيكون زواج مختلط وكيكون اختلاف في الدين مثلا تحرم النساء من الارث. هذه ما حتى هي ما خصهاش تبقى. يعني الاختلاف في الدين او الاختلاف بسبب الجنس باش انه او التمييز بسبب الجنس باش بانه يكون يعني يحرم النساء من الارث او يحرم النساء باي حق راه ما خصوش يبقى. بالنسبه للسؤال اللي قلتي لي بانه كاين تخوف ديال الشباب من هاد الاصلاحات ومن هاد، انا كنقول بانه ما كاين حتى شي حاجه غادي تطرا من غير هاد الشيء اللي كنعيشوه. يعني كما قلت لك قبل بانه راه الاسر المغربيه راه المساواه كتعيشها. الزوجين ملي كيبغيو يبداو حياتهم راه كيهندسوا او كيفاش غادي يتشاركوا في يعني في تسيير هاد الاسره. الاسره هي مشروع اللي خصو يعني خصو حس المسؤوليه، خصو مجموعه ديال الشروط باش انه ينجح. ما عنده علاقه بالمدونه الاسره. مدونه الاسره كنحتكموا ليها كتنظم لنا الاطار العام اثناء الزواج اثناء الطلاق في يعني في تواجد الابناء اللي خص دائما. بعدا بالنسبه للابناء ما قلتها خص مراعاه المصلحه الفضلى في كل المسائل اللي عندها علاقه بالاطفال. يعني إذا كما قلت لك ما كاينش تعارض بين تمتع النساء بالحقوق ديالهم وبين التماسك الأسري والعائلي، وما كيهددش لا الأسرة، ما كيهددش حتى شي حاجة، لا المجتمع لا الأسرة لا حتى شي حاجة. نفس البوليميك اللي واقع الآن، نفس السجال وهذا الجدال وهذا النقاش اللي كاين الآن هو اللي كان في الفترة ديال مدونة 2004، يعني في المرحلة ديال 2001 2002 2003 اللي سبقات هذا المسار. هذا نفس المخاض، نفس التخوف كان. كانوا كيقولوا فتنة، غتكون فتنة، غتكون زعما إلا زوجات المرأة راسها ولاية المرأة الرشيدة لنفسها أنه غتكون الفتنة. وغتكون فين هي الفتنة؟ شنو طرا؟ شنو وقع؟ المرأة إلا زوجات راسها فين كاين الضرر؟ فين غيكون الضرر؟ مثلا المرأة إذا كانت عندها الولاية المشتركة على الأبناء ديالها، إذا كانت عندها الولاية المشتركة على الأبناء ديالها وساهمت في التسيير ديال شؤون ديال الأبناء، فين شمن فتنة غيدير وشمن ضرر غيدير للمجتمع أو الأسرة المغربية؟ العكس، ما غيكون حتى شي زعما، ما غادي يكون حتى شي، أنا ما كنشوف ما كاين حتى شي ضرر على هاد المساواة. دائما المساواة في الحقوق كتقتضي المساواة في الواجبات. على ديك الشيء حنا كنقولوا حتى الصداق اللي كاين الان كشرط صحه في عقد الزواج ما خصوش يبقى. علاش خصو يبقى؟ مثلا العدول ما عندوش، ماشي شغله هو شحال عطى الراجل في المراه وخصو يكتبها في عقد الزواج ولا الصداق. حنا ما كنقولوش انه اسقاط الصداق، غادي يبقى في مقام ديال الهدايا والاعراف والتقاليد اللي كاينين بين الرجل والمراه، بين العائلتين، وبين شنو بغاو هما، كيفاش بغاو هما يديروا لهذا الصداق هذا او الهدايا هذه، او باش غادي شنو غيعطيها ولا هذاك الشيء يبقى سري بيناتهم. كيدخل في هذا المقام هذا وما عندها علاقه بمدونه الاسره باش انها تنظم الصداق. كما قلت لك الآن النساء أصبحن منتجات، يساهم يطور الاقتصاد، الممتلكات يعني ما غاديش يضر نهائيا المجتمع والأسرة إلى المرأة تمتعت بالحقوق ديالها، الاعتراف بالحقوق ديالها. أما هي راه كتمارس الحقوق، هي وراجلها هما اللي كيسيروا الأسرة وكيسيروها بالمساواة وبالتشارك. يعني الاسره راه هي واحد المشروع كندخلوا ليه بشكل ارادي بشكل رضائي، خصو يبقى يكون مبني على المحبه والموده والتشارك والمسؤوليه والتقاسم الاعباء الى غير ذلك. يعني هو هذا المشروع اللي خصنا ندخلوا ليه. المجلس العلمي الاعلى دار واحد الموقف اللي هو زوين، انه قرب الشعب للمساواه في الشهاده
ديال النساء يعني ممكن الأخذ بشهادة النساء في اللفيف العدلي، في حين أنه هذه المسألة كانت محرمة وكانت ممنوعة وكانت، ولكن حيت فاش كيكون هذا الاجتهاد، اجتهاد المتنور واجتهاد الحي أو الاجتهاد المتجدد، اجتهاد الإنساني اللي كياخذ بعين الاعتبار التحولات اللي كتوقع في المجتمع، كيكون زوين وهو اللي خصنا ناخذ به. إذا حنايا مثلا من هذه اللجنة بغيناها أنها تعطينا قانون أسرة كما قلت يحفظ ويصون الكرامة ديال النساء والرجال والأطفال، بغينا يعطينا يعني قانون اللي ياخذ بعين الاعتبار هاد التحولات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي ترأت على الاسره المغربيه، ويعطي قيمه ومكانه للنساء المغربيات، ويسمح لها انها يعني انها تشارك بشكل فعلي في التنمية ديال موارد الأسرة ديالها، وتشارك في الاقتصاد ديال بلادها، وأنه ما يبقاش تمييز وما يبقاش العنف، ونكونوا في واحد المجتمع اللي يكون مجتمع ضامن المساواة، ضامن الكرامة، وضامن الحرية. وشكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.